هكذا تبدو الحياة في مديرية حيران شمال محافظة حجة بعد انتعاش الحركة التجارية في سوقها الوحيد واستعادة بعض المدنيين هنا جانبا من نشاطهم اليومي، غير أن افتقار الكثير من النازحين لمصادر الدخل وانحسار النشاط الاقتصادي في المناطق المحررة المحاذية للحدود السعودية بفعل حصار ميليشيات الحوثي جنوبا فاقم من معاناة الأسر النازحة. المواطنين ما يجمعون عمل اليوم، إن كان واحد عسكري موظف والله ما المواطن ما يجمع عمل، حتى لو وصل اللي زارعين لزارع ما تبتع لهمش فيها يبيعونها، معناها ما يجيين يصدرونها وإن كان قليلين. يتصدر الرعي والزراعة وصيد الأسماك أعمال أبناء مديريتي حيران وميدي إلى جانب نشاطات أخرى، رغم التحديات التي تحد من مزاولة أعمالهم كالألغام وانحسار حركة البيع والمقابل المادي الزهيد. المواشي ما بيت إلا في مواشي. ما بيت لا عنده مواشي. لا أيوة. يعني بيعون. أيوة الذي شيء يشتغل عنده مواشي. والذي مش يشتغل ما عندهش مواشي. تعرض النازحون لخسارات كبيرة في مسلسل نزوحهم المتكرر هربا من اشتداد المعارك في حرض وميدي وحيران وعبس، أفقدتهم المنازل ومصادر الدخل وأقرباء لهم أيضا، ليفضي بهم الحال إلى انتظار المعونات الغذائية. أقول لك أنا 5 سنوات نازح من حرض، 5 سنوات قمت ب50 دابة غلقن ولا عاد معي ذي 5 نزحة هنية. راحن كل مرة سنة نزح 5 نزحات، كل مرة أحمل وأركب وأنزح وأتصرف منها غلقن 50 وثنتين بقر لا معيش اليوم حتى ديك في البيت. مثل انتعاش سوق مديرية حيران وإحياء المزارع وفرص أخرى محدودة للعمل انفراجة لكثير من المواطنين والنازحين في محاولة للاستقرار بعد جولة حرب ونزوح دامت لسنوات، إلا أنه لم يشكل فارقا بالنسبة للنازحين الذين أنهكهم التشرد والفقر بحثا عن فرصة للعمل وللحياة. محمد يوسف لقناة بلقيس محافظة حجة.